بعضنا مهموم. وش همك يا فلان؟ وش همك؟ هم دنيا، هم دنيا. توظفوا ما توظفوا عيالي، راتبي ما يكفيني، سيارتي خربانة، صحتي في سكر. فيك سكر وضغط وكوليسترول، وهذا انت متربع وماكل من النعم لين اطلع ما شاء الله مع انفك. غيرك ما يقدر يأكل الا عن طريق انفه وعن طريق المحاليل. في رجال ونساء لا يعرفون ابناءهم، زال التكليف عنهم، رحلت العافية منهم، جلطات متوالية أزالت العافية. الدورة الدموية عندي وعندك تجري دورة دموية، لو سقطت قطعة من الكوليسترول الضار اللي هو الدهون في الدم ودفعتها الدورة الدموية إلى الرأس، شلل مباشر، شلل مباشر، شلل مباشر. اللي خلاها تمشي وبنعمة الله تسير ولزوجة الدم وسيلان دم وفيخ نعمة وعافية، هو لأن الذي أجراها أراد لك العافية. والله لو تأثر هذا الأصبع، السبابة، شفت السبابة هذه؟ لو تعطلت لتعطلت منافع يدك. احمد الله، بعضهم كسوره، كسوره معلق. زوروا المستشفيات لترى من علق بجبائره ويحمل عنه الأذى حمل الطفل الصغير وهو قد مل من فراشه وفراشه قد مل منه. لماذا ما ابتلاك الله وابتلى غيرك حتى تخرج الشكر عملا؟ اعملوا آل داود شكرا، فجعل عملهم شكر. أما الشكر باللسان فقط فليس هو الشكر على الحقيقة، ولذلك إليك وصفة حتى نرد بعضا من مما عندنا من النعم شكرا، وإلا والله لن نكافئ شكر نعمة واحدة. حافظ على صلاة الضحى، حافظ على صلاة الضحى، حافظ على صلاة الأوابين، صلاة الضحى. لماذا الضحى بالذات؟ لأنها سداد فاتورة العافية، سداد فاتورة.